قبل ما نختم ناخد الصلاه الجماعيه. بابا اتفضل. عمي استاذ ابراهيم. انا النهارده هعرفكم على اسرتي. ما شاء الله. يمكن انت اول مره تشوفوهم. خشوا فيهم. خشوا. تعالى يا عمي. تعالى بابا. انا اول مره اسرتي تخرج معايا في اي مكان ادبي او اي حد يشوفه. وانتي؟ انا شفته. ايوه استاذ طارق طبعا. من زمان كمان. استاذ طارق كان هو اول الناس اللي جه حضر، بس كان والدي مش موجود. حضر عزا امي وكان موجود معايا، وكان في الفتره دي كان في ظهري دايما. وجود ابويا النهارده هي رساله موجهه لبعض الناس اللي نفوسها ضعيفه، ان هم قالوا احنا هنفضحك قدام الدنيا كلها ان ابوكي كان مسجون. انا ابويا كان مسجون في قضيه طارق يا جماعه، وحضرتكم عارفين عرف الصعايده ما نقدرش نتكلم فيه. ابويا جزمته على راسي. ابويا تعب عليا كتير وربانا، وقفنا على رجلينا في عز المحنه 16 سنه انا واقفه في ظهره، ما اتخليتش عنه لحظه. وهو لما طلع بيعوضنا، ده بيعوضنا ان هو كان ظهرنا وهو سندنا. عشان يجي بني ادم يخوض فيه انا مش هسمح بده ابدا. عم يعتبر رقم كام في اخوات بابا؟ الثالث. مقام الاب برضه، لان هو واقف جنبي كتير، كان بيبعد عن اي كلمه وحشه كانت بتتقال في حقي هو وابنه. البني ادم بقى اللي هقدمه لكم دلوقتي وبقوله قدام الدنيا كلها، هو سند وظهر. كل الكلام ده انا بقوله قدام ابويا وقدام عمي. استاذ ابراهيم فهمي يبقى ابن عم جوز السابق. استاذ ابراهيم واقف في ظهري سندان، واقف مع الحق مش بينافق حد. وانا اسفه جدا اني بقول الكلام ده، بس كانت رساله موجهه النهارده في عوده صالون رؤيه. انا بعود للصالون وبقوه. بص هما الدعمه.